أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في البورصة العقارية، نستهلها بالأخبار. أعلن برنامج سكني عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية. وكشف سكني عن تحقيق مستهدفاته لعام 2021 وعن مستهدفاته للعام 2022 في ملتقى سكني 2022 الذي أقيم بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية وإعلاميين. أصدر برنامج سكني أكثر من 31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال العام الماضي 2021 لمستفيديه من الأسر السعودية عبر تطبيقه الإلكتروني للهواتف الذكية. وأوضح سكني أن مخططات الأراضي السكنية التي يتيحها يصل عددها إلى 223 مخططاً يوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومناطق المملكة. وأشار البرنامج إلى إمكانية إصداره العقود إلكترونياً ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق سكني. من خلال المؤشر العقاري لوزارة العدل نرصد لكم الحركة العقارية في مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت 1973 صفقة عقارية بقيمة 2,569,000,000 مليون ريال. كان مجموع المساحة المتداولة فيها 1,234,935 مترا مربع. نهاية حلقتنا اليوم، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.